يعني ايه لوبس؟ انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم في كورس هندسة الصوت تاني. النهاردة هنتعرف على حاجة جديدة من الحاجات اللي بيستعملها الموزع الموسيقي وبتساعده فيها شوية هندسة الصوت على انه يطلع العمل الفني زي ما بيتخيله في دماغه. الحاجة دي اسمها اللوبس او الحلقات. يعني ايه حلقات؟ هي باينة من اسمها لوبس، حلقات. يعني بمعنى ان حد مسجل تسجيل لحاجة معينة مدة معينة من الزمن وانت بتستعملها تاني بعده بانك تدورها في حلقات في حلقات فتمشي ورا بعضها، فيتهيأ لك ان في عزف متواصل لفترة زمنية بالحاجة اللي هي صغيرة ديت. اعتبرها كأنها وحدة بناء، كأنها طوبة، وانت بتاخد الطوبة دي تعمل بيها حيطة كبيرة بانك انت ترص طوبة جنب طوبة. هو دي اللوبس، ده بالظبط المبدأ بتاع اللوبس. طيب في حاجات كتيرة واسئلة جديدة هتجيلنا لما نفكر في موضوع اللوبس ده. طيب العلو بتاع الصوت بتاعها قد ايه؟ بيبقى دايما غالبا ستاندرد بانك انت اللوب بتبقى جاهزة جاية من الاستوديو اللي اتسجلت فيه، متظبطة ومعمولة بليفل كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل. طيب بالنسبة للسرعة بتاعتها، انا الاغنية بتاعتي اسرع من الاغاني كتيرة اللي هي موجودة، انا هعمل اغنية سلو او هعمل اغنية سريعة، اللوب ديت ليها سرعة معينة. دلوقتي السوفت وير الحديث كله بتاع تسجيل الموسيقى او الاستوديو بيبطئ لك السرعه بتاعه اللوب ويرجع السرعه بتاعه اللوب تاني زي ما هي الوقت اللي انت عاوزه عشان تحط اللوب بتاعتك فيه. بس طبعا كل ما كان السرعه بتاعتك او الزمن بتاعك اللي انت مختاره للاغنيه يشابه الزمن اللي اللوب اتسجلت عليها تدي احساسها. يعني لو سمعت واحد مثلا بيطبل بلدي عمال يعمل تم 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 تم، التيمبو بتاعها كده تم 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 تم، اما تيجي تعملها برتم بطيء جدا واحد يعمل سلو ميوزك مثلا فهتلاقي عمل كده تم 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 تم. طبعا الاحساس بتاعها مختلف خالص عن الاحساس اللي هي اتسجلت بيه من الراجل اللي عزف الآلة ديت في الوقت ده. كل اللوبس دي على فكرة يا اما بتبقى آلات متسجلة حقيقية في الاستوديو واحد عملها وعمل سجل وخده مزورة او خده عدد معين وقال لك السرعة بتاعتها كذا وهنحفظها ونحطها وتتباع بعد كده، او بتبقى حاجات متسجلة الكتروني بآلات الكترونية. تعالوا معانا نشوف مثل لللوبس ديت. ده السوفت وير اللي احنا بنشتغل عليه في برنامج الموسيقى بتاعنا اللي هو زي السوفت وير المجاني بالظبط اللي احنا وصفناه في حلقة سابقة. راجع في حلقة من حلقاتنا قلنا فيها في سوفت وير مجاني مش هيفرق عن ده في اي شيء، هي نفس التراكات هي نفس الرموز هي بتختلف بس توزيع الشاشة. يعني هتشوف القنوات مثلا هنا، البرنامج التاني هتشوف القنوات في الميكسر شكلها ازاي، الموضوع بس اختلافات بسيطة. القايمة بتاعت مثلا الفيو هتلاقي فيها الايتمز ديت مثلا موجودة او العناصر ديت موجودة هنا، القايمة اللي هناك فيو فيها عناصر اكتر شوية. فانت السوفت وير بيختلف بس في تنسيق السوفت وير، انما الغرض الاساسي منه هو التسجيل الموسيقي للتراكات واننا نعزف التراكات دي مع بعضيها. عمرك ما هتلاقي في اختلاف في الجوهر بتاع السوفت وير. فناس بتسالني كتير اتدرب على سوفت وير ايه؟ على فكرة السوفت وير انا بشتغل عليه ده دلوقتي انا ما اتعلمتش عليه، انا اتعلمت على واحد تاني. عمر ما في حتة في الدنيا هتدرس لك كل انواع السوفت وير، ما فيش حاجة بتحصل زي كده. يعني اللي بيحصل انك انت بتدرس نوع معين من السوفت وير وده بيتيح لك بفهم الموضوع اساسا انك انت تتعامل مع بقية السوفت وير الموجود على حسب الاستوديو اللي انت هتنزل تشتغل فيه او الاستوديو اللي اتيح لك ان هو تبقى تاخده في البيت. طيب دلوقتي احنا عايزين نفهم موضوع اللوبس دي ايه. انا دلوقتي عندي التراك دوت مثلا، التراك ده هسمع الموسيقى اللي متسجلة عليه وانا عايز اركب عليه شوية باركاشن مثلا او ايقاع مثلا، فهنسمع التراك ده بيقول ايه.
واضح ان هو التراك ده مسجل فيه شوية طبول في الاول، وفي صوت آلة الفيولا بتعزف لحن حزين مع الايقاع ده لسبب درامي معين هو عايزه المؤلف يعني. طيب انا عايز احط مثلا ايقاعات تانية تبقى مع الايقاع الافريقي ده اللي احنا شايفينه ده، الافريكان جوست كيت ده. طيب الزرار بتاع المكان بتاع اللوبس بتاعتي ممكن يكون في اي حته هنا، ممكن يعني لو عندك السوفت وير اللوبس بتاعته تظهر من حته في القايمه بيقول لك فيو مثلا الحته بتاعه اللوبس ماشي. انا بالنسبه لي السوفت وير بتاعتي عندي ايكون هنا، لو دوست عليه بيطلع لي اللوبس اللي موجوده عندي في البرنامج كله. شوف حتى كمان انواع مفلترها لك، لان انت اللوبس دي مثلا هتلاقيها بالالافات، فلو بالالفات ديت انا هتوه فيها مش هعرف. فبيقول لك لو عايز كل الطبول اول درامز هتلاقيه هنا، لو عايز درام كيتس هتلاقيه هنا، لو عايز بركشن هتلاقيه هنا، تامبورين هتلاقيه هنا، لو عايز بيانو هتلاقيه هنا. فلو دوست على اي واحد منهم هيطلع لي الالات اللي تحت التصنيف دوت اللي انا عاوزه. طب انا هشوف البركشن مثلا، طيب نشوف البركشن تحت منه ايه مثلا. لو بص بقى بص الحاجات اللي تحته ايه مثلا، بمجرد ما هضغط على ديت هتديني سامبل صوت، يعني هسمع الصوت بتاعها عامل ازاي. مثلا ده مكتوب عليه كونجا، ده لسه اللي هي الكوبان الكونجا اللي هي افريقيا الكوبي. لو تلاحظوا ان كل اللوبس ديت هتلاقوا جنبها ارقام. طب نقفل دوت ونسمع التيمبو دوت، ده معناه الزمن او السرعه بتاعه اللوب ده. شوف دي 120، اللحن بتاعي اللي انا مألفه هنا على سرعه 80، فشوف الفرق حوالي 40، حوالي تقريبا نص السرعه زياده مضاعفه. اللوب نفسها دي عباره عن قطعه متسجله في استوديو على سرعه 120، فانا كل ما بقرب للاحساس بتاع السرعه اللي اتسجلت بيه كل ما انا جبت الاحساس بتاع الفنان اللي هو سجلها. كمان خلي بالك بعض اللوبس اللي ليها علاقة بالموسيقى دي انا ممكن اشوفها في اللوبس بتاعة الجيتار مثلا. لو بصينا على الجيتار مثلا تلاقي كل اللوبس بتاعة الجيتار ليها سلم، يعني سلم دو سلم لا سلم مي سلم لا. طبعا ادي لوب مثلا من اللوبس اللي موجود. بتاعنا هو عاملينه لوب. فكل ما انا اخدت السلم ده عشان السوفت وير بتاعي بيطبع لي اللوب اللي جايه ديت على السلم بتاعي اللي انا حاطه دوت، وبيطبع لي كمان السرعه بتاعتها على السرعه اللي انا واخدها دي. بس انا لازم ابقى انا حريص افهم برضو شويه موسيقى، ان انا اعرف ان السرعه ديت لازم تبقى مقاربه للسرعه بتاعتي عشان تدي نفس الاحساس. لازم اعرف ان السلم دوت لو انا خدته وعدلته بقى في السلم ده يا هينزل شويه يا هيطلع شويه، فابقى عارف تاثير الصوت ايه عشان ما يطلعليش صوت اله غير واقعيه، يعني يطلع لي صوت اله غير واقعيه. طيب تعالوا نسمع بقى دلوقتي لو حته البركشن اللي انا عايز اضيفها عندي. انا مش عايز كونجاز ولا بونجوز، تعال نسمع اصوات كتير طبعا موجوده. ادي رق مثلا. طب نجرب ده، انا عاجبني الصوت بتاع الرق دوت. هعمل ايه؟ مجرد ما هعمل كده هروح ناقل الرق على المقطوعه بتاعتي، واخد بالك؟ مجرد بس ان انا باخده من هنا واديه هنا. واسمع بقى دلوقتي هيبقى عامل ازاي. طبعا هسمع الصوت هيبقى عامل ازاي مع الكل يعني. شوف بقى ده اللي من غير اللوب بتاعتي. طيب وبعدين انا هعمل ايه بقى؟ دي اللوب بتاعتي هنا، هفضل بقى اعمل لها كده وافضل اجيبها هنا 100 مره لغايه ما اخلص اللحن؟ لا، اللي بيحصل ان انا بقف على جنب اللوب ديت. شوف هو حتى عامل لي سهم مدور كده، يعني عاملها لوب، ومجرد ان اشدها كده يروح مطلع لي اللحن كله ماشي عليه. فانا همشي على كل الايقاع لغايه ما اوصل لنهايه الغنوه بتاعتي اللي انا عايزها اخر حته فيها، واللوب مشي معايا لغايه هناك. فانا كده عملت لوب ماشي معايا طول الفتره الايقاعيه بتاعتي.
عشان كده يا جماعة احنا بنقول الناس اللي بتسجل وبتعمل شغل دلوقتي يقول لك احنا بنعمل شغل موسيقى ومش عارف ايه وبيستعملوا اللوبس. الموضوع ما فيهوش كيمياء خالص ولا فيزياء ولا حاجة خالص، الموضوع بسيط جدا غير انك انت تألف. يعني بان انا اعمل الموضوع دوت غير ان انا اجيب واحد عازف رق هيقعد يعزف لي ويعمل ويظبط معايا. الانسان برضو ليه احساس مختلف عن الآلة، فلما تلاقي واحد شغال بلوبس بس وخلاص كده وعامل لك اي موسيقى خلاص ويروح حاططها لك وتطلع وتنزل على اليوتيوب وتنزل في الراديو والكلام ده، هو فاكر ان هو فنان، ده مفيش فن فيه ولا حاجه خالص. اللوب دي متسجله اساسا مجرد انك انت خدتها زي ما هي كده، بس عندك شويه ذوق انك انت تنقي اللوب المناسبه ايه وليه وتروح عامل اختراع بيها. بس هي دي مش كل حاجه، مش هي دي الموسيقى. لازم عشان استعمل حتى اللوب ديت باقصى استعمال ليها لازم ابقى فاهم طبيعه الالات الموسيقيه، الرينج المدى بتاع كل اله موسيقيه اللي انا اقدر استعملها. ما اجيش انا على الفيولا ديت واروح اعملها واروح اعمل لها السلم عالي جدا او واطي جدا بحيث ما يطلعش نفس احساس الفيولز اللي هي الالات بتاعت الفيولز اللي معموله باللوبس دي، واخد بالك؟ فلازم الواحد يبقى عنده احساس بالموسيقى عشان يعرف السلم بتاعي اللي انا شغال عليه دوت ايه، والالات نفسها الرينج بتاعها قد ايه، بحيث ان انا مركب الحاجه دي على بعضها يبقى عندي سنس في ان يطلع لي شيء جميل اقدر استعمله بعد كده. زي ما شفنا كده اللوبس واستعمالها، اللوبس دي كمان اما بتتسجل في الاستوديوهات والشركات الكبيره بتبيعها، بتبيعها على اساس انها مواد. فانا اشتريت مثلا السي دي من 10 سنين مثلا، اشتريت الدي في دي دوت عليه لوبس متسجله في استوديوهات ومكتوب عليها انها ايقاعات لاتين مثلا وايقاعات جاز. فانت بتاخد السي دي دوت وتدخله عندك على الكمبيوتر، تحفظه عندك على الكمبيوتر في حته وبتستدعي اللوبس ديت وقت ما انت عايز. بس طبعا الموضوع بقى مشكله دلوقتي انك انت تسمع كل اللوبس ديت وتنقي الافضل منها، فلازم خيالك انت يبقى الموسيقي يبقى يعني خصب اساسا، وفي نفس الوقت انك انت تبقى على اطلاع برضو اللوبس اللي تنفعك ايه واللي ما تنفعكش، لان دلوقتي بقى في كم رهيب جدا مجله عالم الكمبيوتر والموسيقى اللي انا بشتريها مثلا كل فتره او كل شهر دي بيجي معاها دي في دي هديه فيها 3 4 جيجا بايت من اللوبس ومختلف الانواع الايقاعات ومختلف انواع التفصيلات بتاعت الالات. بس انا ما استعملتهاش، يعني ما استعملتش اغلب اللي فيها لان ما عنديش وقت اسمع كل دوت. انا بسمع بالظبط الحاجات اللي هتنفعني واللي انا بستعملها كتير في شغلي وباخد منها على طول وبشتغل عليها على طول. بس طبعا انا يعني لو في فنان متفرغ للفن وكده بيخصص وقت معين للسمع بتاع اللوبس ديت. وطبعا انت لما بتروح تشتريها من محلات الادوات الموسيقيه، طبعا دي تتباع في محلات الالات الموسيقيه زي الجيتارات والكيبوردز والكلام ده، بيبيعوا برضو المكتبات الموسيقيه بتاعت اللوبس ديت، ممكن تشتريها اونلاين دلوقتي لان بقى سهل انك انت تحملها. فطبعا بيصنفوها انت عايز ايه تحت اي تصنيف، ده مهم جدا انك تصنف المكتبه بتاعتك باللوبس بتاعتك ديت تحت اي بند، في بند جاز، في بند لاتين، في بند شرقي، في بند بلدي، في بند ملفوف، تحط كل الايقاعات او كل اللوبس اللي ليها علاقه بالموضوع ده تحت البند ده عشان يسهل لك انك انت تدور عليها. دلوقتي حتى البرامج اللي فيها اللوبس وبتنظم موضوع اللوبس ده بتقول لك السرعه بتاعتها ايه، الاحساس بتاعها ايه، الالات اللي متسجله بيها ايه. واغلب البرامج اللي مبنيه دلوقتي على الموسيقات الجاهزه بتلاقي فيها اللوبس دي متصنفه بالتصنيف ده، بحيث انك توصل بسرعه جدا للطلب المطلوب من الموزع الموسيقي. هي دي اللوبس والشرح بتاعها، واتمنى ان احنا نستفيد بمكتبات اللوبس اللي موجوده. في موجوده مكتبات مجانيه كتيره جدا على الانترنت نقدر نستفيد منها، ونقدر نحط كل اللوبس في اعمالنا الفنيه ونخلي الاعمال اكثر غنى باننا ناخد اعمال جاهزه من موسيقيين سجلوها بالفعل في استوديوهات وكده، ونقدر نستعملها كطوب او وحدات بنائيه في الاغاني بتاعتنا او في الموسيقى اللي احنا بنعملها. واشوفكم الحلقه الجايه. We'll be right back.